السلام عليكم. اليوم جبت لكم لا غوسيس تاع الكبده المشرمله. تبعوني في الخطوات. انا حطيت هنا كميه من الكرويه حوالي مغرفه كبيره، وراني ندرس فيها في المهراز، ندرسها مليح حتى تولي اون بوتر، ونضيف لها نص راس ثوم فوالا، وندرسهم مع بعض. ندرس مليح هذاك الثوم، نخليش يبقى لي حبات هكاك صغار، ندرسو بيان. ودرك كي كملت درستهم نضيف كمية صغيرة من الماء ونخلطهم. نحطهم في الطاجين، نضيف كمية من الزيت والملح وكمية من الدرسة. أنا الدرسة نحضرها أني نحكم فلفل حمر حار ونرحيه مانويلمو ونكونجليه. دونك بعد ما بيت خليتهم يتقلاو، انا نروح نقطع الكبده تاعي، نقطعها ب اون دي كيما راكو تشوفوا. فوالا، ضفت شوية تاع الماء ودرك زيت الكبدة وزيت الماء وخليتها طيب. وهذا ما كان يعني وصفة سهلة بزاف وتجيك بزاف بنينة مليحة في رمضان. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها.